بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أعزائي طلبة الصف الأول الثانوي، نحل كتاب المراجعة والامتحانات مرسي سنة أولى للترم الثاني. نبدأ من صفحة 56، نبدأ على طول عشان ما نضيعش وقت. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. من صفحة 56 بدأ لي بين تي وبيقول له تي اه دي كوبين، انت عندك زملاء مصريين ليه؟ قال له نعم، انا عندي زميل مصري اون كلاس في الفصل. قال له هو اسمه ايه وهو كيف يكون؟ قال له اسمه سامي وعنده 16 سنة، الابرون انه اسمر، عنده شعر كورت نوار اسود. قال له كلي لا كولير دي سي ما لون عيونه؟ قال له انها بنية وهو ايضا سوسيابل اجتماعي وبشوش. في هذا الحوار ليه يقدم سامي. سامي عنده عيون بنية. سامي ليس عند لا يكون هو أسمر مش أشقر. ليه وسامي صمت يكونوا هم زملاء مدرسة. بير عنده 16 سنة، هو يسكن في باريس، هو يكون أشقر وذو عضلات، هو يلعب جيدا تنس، هو عنده شعر شتان كستنائي، عنده عيون فير خضراء، هو عنده جروند طول مقاس طويل أو طوله طويل، سني أنفه تكون صغيرة يسي وعيونه تكون جرو مدورة. الإيم هو يحب الكونتاكت التواصل أو التعامل مع لوموند الناس. سومبير أبو جوليان يكون طبيب، هو يكون طويل ورشيق. أمه اسمها ماريا، هي تكون سمراء وجروس تخينة. سي جران برانتس جديه يلبسون نظارات. صابت تسير أخته الصغيرة عندها 14 سنة. بير عنده 16 سنة يبقى سيز. مين بيلبس نظارات؟ لو جراند بير جد، واحد من الجدين، هو جدين بيلبسوا نظارات، يبقى لو جراند بير يلبس نظارة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لا مير دو بير أم بير تكون جروت خينة. في أسرة بير يوجد 6 بيرسون، 6 أشخاص. تضمن ان تطلب من زميلك صم فيزيك منظره، وانت هتقول له كيف يكون منظرك؟ ادي واحد وانت عندك شعر اخضر عيون خضراء اخدتها. ده الوصف بتاع الانسان. تقول من زميلك تضمن يطلب منك وصف صم فيزيك منظرك، انت هتقول له جي سوي منس انا رشيق، ادي واحد، وجي اجي شوفو انا عندي شعر كورت قصير. تضمن تطلب من زميلك ديكرير وصف عيونه، هو هيقول لك العيون جمع مذكر، السونت نوار انها سوداء، السونت جو انها ضخمه. تي ديكري انت تصف تي شيفو شعرك، انت هتقول الشعر جمع مذكر، هتقول انا عندي شعر نوار اسود ويلي لونج انه طويل. تي دمان تطلب من زميلك لو نمبر عدد اصابع يده، انت هتقول له كم من الأقدام عندك؟ كم من الحصص؟ أنت عندك كم من أصابع في اليد؟ أدي واحد، كم من أصابع يوجد في اليد؟ أدي اثنين. لو دكتور، الدكتور تيديموند يطلب منك لوي مكان الألم، ماذا هو يقول؟ هيقول لك أين الألم؟ أدي واحد، وأين يكون الألم؟ أدي اثنين. تيدمان تطلب من زميلك بقوال لماذا هو يذهب عند الطبيب؟ هو هيقول لأنني بخير، لأنني مريض، أدي واحد، لأنني ألعب كرة قدم، لأنني عندي ألم في البطن، أدي اثنين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تيدكري أنت تصف لونيت نظارة تا جراند مير جدتك، أنت هتقول السونت جروس إنها ضخمة، السونت بتي إنها صغيرة. نظارات جمع مؤنث. تنمي زميلك تي دوموند يطلب منك عدد الايدي في الجسم، انت هتقول له ديت قدم، انا عندي الم في اليد، انا عندي يدين في الجسم، ادي واحد، وانا عندي يدين في الجسم، ادي اثنين. تي دوموند تطلب من زميلك بقوة لماذا هو لا ياكل جيدا؟ هو هيقول لك انا عندي الم في الفنتر في البطن، ادي واحد، انا عندي الم في الاسنان، ادي اثنين.
تي دومون تطلب من زميلك بماذا اون مارش نمشي، هو هيقول افيك لو بيد بالاقدام رقم واحد، افيك لو جون بالساقين رقم اثنين. تي ديكري انت تصف منظر تاكو بن زميلتك، انت هتقول هي تكون بلون شقراء ادي واحد، هي عندها عيون جرو ضخمة ادي اثنين او واسعة. تي ديكري انت تصف لفوزيك منظر دو كوبين زميلتين، انت هتقول زميلتين يبقى جمع مؤنث، اخد واحدتين جمع مؤنث، هم عندهم شعر قصير وانهم يكونوا تخان، هم الاثنين دول اللي ينفعوا. تذكري انت تصف تنفذك منظر زميلك، انت هتقول هو عنده شعر عيون خضراء ادي واحد، هو يكون من استرشيق ادي اثنين. تنمي زميلك تي دوموند يطلب منك افيك كوا بماذا ام بار نتكلم، انت هتقول له افيك لا بوش بالفم ادي واحد، افيك لا لونج باللسان ادي اثنين. تيني كوت بابيان انت لا تسمع جيدا، انت هتقول اي مي اوريال الاذنية وانا عندي الم في الاذنين اخذ رقم سي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. افيك الباطي باي جزء، الجزء مؤنث اخذ كل التانية. انا عندي الم في الساق برضو، الساق مؤنثة اخذ الا. جيتوليز لابوش انا استخدم الفم نقط اكل هنا لكي اكل، عايز كلمة لكي، قال لك اسمها بور، بور يعني لكي او لاجل او حرف اللام وبيجي وراها مصدر فعل. تي امل عندك الم، قال له في البطن يبقى اين او. ماريون عندها عيون، اكتب بالعربي الشعر والعيون جمع مذكر، بس في كلمة مارون بتمشي مذكر ومؤنث وجمع ومفرد. لقبين الزميلة بتاعت بيير تكون الزميلة مؤنث، اخد روس صهباء لونها صهباء احمر شوي. لازم فال اطفال جامعة عندهم الم في الاسنان بافوار، اخد او عشان الاطفال بيساوي الضمير ال. صون لمنبر يكون الاعضاء، الاعضاء جمع مذكر اخد كل التالت. انا عندي الم في اليد، اليد مؤنث اخد الا. تيني بابا على كل انت لا تذهب للمدرسة، قال له برسكو لانني عندي الم، يبقى ماذا اللي هي بوركوا لماذا لم تذهب الى المدرسة، والسؤال عليها بكلمة اجابة عليها بكلمة برسكو لان بيجي وراها جملة كاملة. لفي البنات، البنات جمع مؤنث، اخد كلمة شتان تمشي جمع مذكر وجمع مؤنث، صهب لونهم اصهب. دانيال عنده ساق، الساق مفرد مؤنث، اخد بكاسية مكسورة التانية عشان فيها اتنين او، دي مفرد مذكر مفرد مؤنث جمع مذكر جمع مؤنث. الفو معاها نهاية، قال لك او زد التالت. ام بتساوي ضمير ال، يبقى اخد مونج الاولاني اخرها او. مونبير ابي يذهب عند الطبيب، عاقل طالما في عاقل يبقى اخد شي عنده، يبقى عنده مع العاقل. جوليا عندها دوات الاصابع جمع مذكر، اخد كلمة لونج طويلة جمع مذكر. من الايدي انت عندك هقول له كم من الايدي، بيجي وراها اسم جمع سواء كان مذكر او مؤنث لان الايدي جمع مؤنث. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لزلاف التلاميذ عندهم الم في المعده مبدا بحرف متحرك، اخد اه الا بستروف. يكون منظرك، هقول له كيف يكون منظرك الاولاني. الاقدام سي انها بغتي جزء، جزء مفرد مؤنث، ماليش دعوه بالاقدام بقى، ليها دعوه بالجزء، جزء مؤنث اخد ان الاخرانيه. ما جرون ما القمرات زميلتي تكون جروس تخينة التالتة عشان زميلة مؤنث واخدة ما. أنا عندي ألم في الأسنان جامعة أخد أو. سيني إيه بقى إنها ليست بنت شقراء، أخد إن، إشمعنى ما خدناش دو عشان أتغي لا يتأثر بالنفي وبنت مؤنث. ندى ومنى يكون ندى ومنى جمع مؤنث، دور لي على واحدة في دول جمع مؤنث، قال لك الأخيرة أو إس بورن سمر. كومبيان دي اوريال، اوريال مبدوء بحرف متحرك، اخد دي ابوستروف عشان كلمة كومبيان بيجي وراها يا اما دي او يا دي ابوستروف. دانيال عنده الم في الظهر، الظهر مفرد مذكر، اخد او. عيون ماريون تكون العيون جمع مذكر، دولي اخد نواغ سوداء. انا عندي الم في الاقدام، الاقدام جمع اخد او، الاخرانية تأتي قبل الجمع. يكون لا كولير اللون بتاع العيون، اللون مفرد مؤنث، اخد كل الاولاني، مالكش دعوه بالعيون، ليك دعوه باللون. كومبيان بيجي وراها يا دي او يا دي ابوستروف، وادي كلمه دوات الاصابع مبدوءه بحرف ساكن، اخد دو الاخراني.
ليه عيون منى؟ العيون جمع مذكر، ادور قال لك مرن بتغني عن كله، مذكر ومؤنث وجمع ومفرد. انا عندي الشعر، الشعر والعيون جمع مذكر، اخد كلمة نوار الاولانيه. انا عندي الم في الفنتر، البطن، البطن مفرد مذكر، اخد او التانية، البطن والمعدة مذكرين. ما كاميرات زميلتي تكون الزميلة مؤنث، اخد جروس الاخرانية ضخمة. مون جرام بير جدي ليس عنده، ده نفي، في حالة النفي اخد يا اما دي او يا دي ابوستروف، اخد دي او عشان مبدوء بحرف متحرك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. جايب لي سؤال ترتيب الازهر، هناخد الايميلات. ما عمرك؟ هقول له جيان عندي 15 سنة. ما يكون، كيف يكون منظرك؟ هتقول له جي سوي، انا اكون بلوند اشقر. ما يكون لون عيونك؟ هقول له جي انا عندي دي عيون مارون بني. كمون صابيل، ما اسم جارك؟ هقول له هو صابيل اسمه علي. كيف تكون شخصيته؟ هقول له هو يكون سوسيابل اجتماعي. كيف يكون شكله؟ هقول له هو يكون جروم طويل. صف منظرك العيون والشعر، هقول له جي سوي انا اكون بلون اشقر. جي انا عندي دي يي عيون مثلا فيرت خضراء. اي دي شيفو، وشعر، شعره بيبقى الانسان شعره اصفر برضو، يبقى اخد كلمة جون. اي جي سوي وانا اكون جون طويل. تكلم عن منظر زميلة من زميلاتك، هتاخد الصفات دي وتأنيسها فقط لا غير. تعال نحل يلا الدرس اللي ورا. صفحة 65 بيقول لي تي ان جراند فامين، انت عندك اسرة كبيرة؟ قال له نعم. لا، اليا يوجد 5 اشخاص في اسرتي، والدي جدي يسكنون شينو عندنا. جي سوي ان في انك، انا ابن وحيد. قال له ليسم بانها رائعة. تون جرام، انه رائع. تون جرام بير جدك بنظارته الحمراء. قال له انه فو عجوز عنده 72 سنة، هو يحب التنس والسلة، اليه دايناميك انه نشيط. وجدتك أريال قال له عندها 67 سنة، عندها شعر أبيض، تلبس نظارة ضخمة. كريل عنده إخوات؟ نو، إنها وحيدة. لاجران مير الجد عندها، هو قال 67 سنة، يبقى سوازون سيس، سوازون ست الأخير. لاجران بير الجد عندها شعر بلون أبيض. الجد يلعب جيدا سلة، هو قال بيلعب تنس وسلة. سلو سلام، مونكو بين زميلي سي ايه كوا، انه ماذا اللي في الصورة؟ قال له انها اربر جينولوجيك، شجرة العيلة. قال له انه من اللي بنضارة سوداء وشعر بلون ابيض؟ قال له انه انطونيو مون جران بير جدي، هو يلعب سلة افيك موا معي، ده دانيال بيقول. قال له سوبر، ما عمره؟ قال له عنده 69 سنة، هو جدتي أدولين 65 سنة لكنها بارتي جون، تبدو شابة. طب فمي أسرتك تكون رائعة؟ قال له موا أنا أكون ابن أونيك وحيد دابول. لو جران بير جد عنده شعر بلون أبيض الأولانية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لو جران بير جد عندها سوزون سنك 65 سنة. دانيال وبول يكون كوبين زملاء. دانيال يلعب سلة مع سون جران بير جد. طيب إذا أنت تفهمي أنت تقدم أسرتك، ماذا أنت تقول؟ هتقول سي جي تي بغزنتي، أقدم لك أسرتي، أدي واحد، ووالدي يكونوا مدرسين، أدي اثنين. تي دمان تطلب من زميلك لأج عمر سون بير جد أبوه، هو هيقول لك هو عنده 43 سنة، وهو عمره يكون 44 سنة. تيتين فوغمان تسأل على النمبر، عدد برسون أشخاص في الأسرة. أنت هتقول أنت تسكن مع أسرتك، كم من الأشخاص توجد في الأسرة؟ أدي واحد. وكم من الأصدقاء؟ لا، أخد كم من الأشخاص الأسرة فيها؟ أدي اتنين.
تضمن أن تطلب من زميلك أو أنت زميلك يطلب منك ماذا؟ إنه من لطانت العمة، أنت هتقول إنه أخت أبي أدي واحد، وإنها أخت أمي أدي اتنين، العمة أو الخالة. تضمن أن تطلب من زميلك لكوزن ابن العم إنه من؟ هو هيقول لك إنه عمي، إنه أخي، إنه ابن عمتي أدي واحد، وإنه ابن عمتي أدي اتنين، ده بنت، إنه ابن عمي أدي تلاتة. آخد دي ودي عشان ابن. تذكرين تصف منظر توم جرامبير جدك، انت هتقول له هو يلبس نظارة، هو يفضل، هو عنده، انه طويل ادي واحد، وهو يلبس نظارة ادي اتنين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تذكرين تصف لو بفزك منظر تطنط عمتك، انت هتقول هي تكون رشيقة ادي واحد، هي تكون شقراء ادي اتنين. تذكرين تصف تينونيت نظارتك، انت هتقول الصوم تبتيت انها صغيرة، الصوم تجرس انها ضخمة، هما دول الاتنين اللي ينفعوا. تذكرية تصف شخصية توم جرامبير جدك، انت هتقول اليه سوسيابل انه اجتماعي ادي واحد، اليه انتلوجونت انه ذكي ادي اتنين، دي الشخصية. توم جرامبير جدك يمارس طواس بور ثلاث رياضات، انت هتقول هو يكون ضهيب اغدونيك يعني نشيط جدا، وانه سبورتيف انه رياضي ادي اتنين. تيني بابا انت لا ترى جيدا، انت هتقول انا لا امشي، انا عندي الم في البطن، اي اذنيه، اخد الاتنين دول. انا عندي الم في العيون وانا البس لونيت نضاره. تومبير ابوك نيم بالاسبوع لا يحب الرياضه، انت هتقول هو يكره الرياضه ادي واحد، هو يمارس التنس، هو لا يذهب الى النادي ادي اتنين. تبغى أن تتكلم عن أوقات فراغ جدك، أنت هتقول هو يفضل القراءة أدي واحد، هو يسمع موسيقى أدي اتنين، دي أوقات الفراغ. أنت تكون ابن أنيك وحيد، ماذا أنت تقول؟ أن ليس عندي إخوة أدي واحد، أن ليس عندي إخوات بنات أدي اتنين. تنمي زميلك تيدمان يطلب منك أين تذهب أون فاكانس في الأجازة، أنت هتقول له أنا أسافر إلى فرنسا أدي واحد، أنا أذهب على مير إلى البحر أدي اتنين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كم بيان بيجا وراي إما ديو يا دي أبوستروف، أخد ديو عشان أشخاص مفرد جمع قصدي مبدوء بحرف ساكن. في الأجازة ما فمي أسرتي تذهب إلى البحر، الأسرة مفرد بتساوي الضمير ال، يبقى أخد فا التالت. جوني إيه بعد نفي أخد ديو. ستين أورولوج إنها الساعة، الساعة مؤنث بس مبدوءة بحرف متحرك، تعامل معاملة المفرد المذكر في صفات الملكية، وأدي صفات الملكية آخد صن، يبقى صن بتاعت مذكر وبتاعت مؤنث مبدوء بحرف متحرك. جوليان يسكن أسرته أفيك مع. ستين سي معركة إنه مضربي، المضرب يكون لي، يبقى آخد مو. جي بصي أنا أقضي فاكانس الأجازة، أكتب على الأجازة جمع مؤنث. اخد بن التانية. جي فا كلوب، انا اذهب الى النادي افيك مي برانس مع الوالدين، صفات ملكية جامعة اخد مي. اخوة عندك، هقول له كم من الاخوة، كومبيان دو بيجي وراها اسم جمع سواء كان مذكر او مؤنث. اسرتي، اسرة مفرد بتساوي الضمير ال، تكون اخد ايه بس. جي ايه مال، انا عندي الم في الاسنان، الاسنان جامعة اخد او. ما جراند مير جدتي، تكون الجدة مؤنث، أخد شتان، تمشي مذكر ومؤنث وبتتغيرش. ميلونيت النضارة، أكتب عليها جمع مؤنث، أخد بتيت الأخرانية صغير. سونت لي كاركتري، الشخصية بتاعة توم بير، الشخصية مفرد مذكر، ما تكون شخصية، أخد كل التالت. سي صوت انه مي جرون برانتس، الجدين بجمعها اجمعها، اخد جروند الاولاني. ليبرانس والدين، تي يكون الوالدين جمع مذكر، اخد حاجه في دول جمع مذكر، قال لك جروس تمشي مفرد مذكر وتمشي جمع مذكر. انا عندي عيون، العيون جمع مذكر، اخد كلمه فيرت اللي اخرها اس. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لتغ الحروف، الحروف جمع مؤنث، اخذ كومبيان دو كم من الحروف يوجد في اسمك، هي اللي بيجي وراها اسم جمع.
جوليان يعني ايه بقى؟ جوليان يكون ابن وحيد، ده فيرب اتر لا يتأثر بالنفي، وابن مفرد اخد ان الاخراني مفرد مذكر. ميبرانس الوالدين جمع، اخد اساميهم نهايتها او ان تي الوالدين بيساوي الضمير اللي بتاعت الجمع. النضاره جمع مؤنث اخد كل التالت. اين تي برانس والديك؟ قال له في الاجازه. الوالدين جمع يبقى اخد فونت التالت. فيرب افوار في النافي بيجي وراه اما دي او يا دي ابوستروف اخد دي او. نحن ليس عندنا كلب في المنزل. انشطه اكتب عليها جمع مؤنث اخد كل التانيه. أسرتي تكون الأسرة مفرد مؤنث، كومبوزيدي مفرد مذكر، كومبوزيدي تتكون من مفرد مؤنث أخدها اتنين أو في الآخر. جسوي مالاد، أنا أكون مريضا عندي ألم في الرأس، الرأس مؤنث أخد ألا. جوليان يلعب أفيك مع كوزين ابن العم، ابن عمه ولا بنت عمه؟ ولا ده بنت العم أخد صا. منى عندها كوزير، أو منى عندها دي كوزير، كوبين زميلات اخدها عشان جمع مؤنث والزميلات جمع مؤنث، اما دي جمع مذكر مفرد مؤنث مفرد مذكر. ابو ساره يكون برون اسمر، ماليش دعوه بساره، بتكلم عن ابوها. الجويه هو يلعبوا بالدميه، الدميه مؤنث اخد الا. جيني بعد فيرب افوار في النفي بيجي وراها اما دي او يا دي ابوستروف، والعم او الاعمام مبدوء بحرف متحرك اخد دي ابوستروف، ما تتخدعش في الجمع. بقول لك في الصيف تطلع فامي كل الاسره مفرد بتساوي الضمير ال، يبقى اخد فال اولاني. علي وفريد دول جمع مذكر اخد جمو التاني. ميكوزن بنات عمي يكونوا شتان كستنايين، اللون ده بيمشي جمع مذكر وجمع مؤنث. يكون تا جرامير جدتك، ما متى ماذا كيف تكون جدتك اخد الاخراني. اللهم صل الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. جايب لي سؤال ترتيب، تعال نخش على الايميلات. اين انت، اين تسكن اسرتك؟ هقول له هي تسكن طنطا، في اي حته. كمل الاشخاص توجد، تقول له اليا يوجد سانك بسون خمس اشخاص. اين تذهب في الاجازه؟ هقول له نحن الله نذهب اليكس الى الاسكندريه. ما اسم أبوك؟ هقول هو صابيل اسمه علي. لماذا هو يلبس نظارة؟ هيقول له هو عنده ألم، هقول كار بقى في الأول، لأن هو عنده ألم أوي في العيون. كيف يكون منظره؟ هقول له ليه جروند، إنه طويل. تكلم عن أسرتك، شخصية والمنظر. هقول له جيان عندي امبيدت فامي، أسرة صغيرة. مونبير أبي يكون سوسيابل اجتماعي، إيجرون وطويل. مامير أمي تكون سريان بشوشة، إي و بلوند شقراء. مو أنا إيه مي فرير أخيني صمت أو صم نكون بلوند شكر إيه بافارد وصرصري. قدم أعضاء أسرتك، لسه كاتبها، هنزود بس أنا هوت. أنا عمر أبي عنده 40، أم عندها 30، وهكذا. اللهم صل الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. صفحة 75 بيقول لي دانلا شان برضو مريم في حجرة مريم، مريم بتقول ماما أمي أنا أخرج بور جاردية لكي أشاهد فيلم. قالت لها مع من تذهبين هناك؟ قالت لها مع زوي جارتي. قالت لها في أي ساعة ريتورني تعودون؟ وفوز ليو سي على باتنوارس تذهبون إلى ميدان التزلج؟ قالت لها سنعود الساعة 6:30، نحن نذهب فقط إلى السينما. قالت لها ماشي لا تتأخر. زوي تكون نقط مريم، هي قالت زوي تكون لماريون، قالت لها جارتها. زوي وماريون يذهبون او سينما الى السينما. ماريون تعود الى المنزل لوسواغ في المساء 6:30. اني كنت نسمع المحادثة الامي زوم في المنزل.
صوفيا بتقول لأليكس ألو سلام كل جور نو نيتي ني بابا أولوتي على كل أي الأيام أنت لا تذهب للمدرسة؟ لا أنا لا أذهب، أنا أذهب للمدرسة طول الجور كل الأيام ما عدا السبت والأحد. قالت له ماذا تفعل في العطلة؟ لا أشاهد فيلم في السينما. وأنت ستيفن؟ قالت له أنا أذهب إلى صالة الألعاب بور فير دوس بور لكي أمارس رياضة. قال لها أي رياضة تمارسين؟ قالت له أنا ألعب كرة يد وسلة، أنا لا أحب الجودو. قال لها أنا أعشق لا تسون السباحة في حمام على بسين في الحمام بتاع الحي قادما إلى الغد في المدرسة. نسمع الحوار عند ستيفن أو جمناس أو سينما أو بورتابل في المحمول. أول كلمة قالت ألو يبقى في المحمول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أليكس يمارس تغيبيان جيد جدا ناتاسيون سباحة الأولانية. أليكس ني فابا لا يذهب للمدرسة دو جور بار سومين يومين في الأسبوع. لو دو غارسون الولدين يتكلمون عن ليز اكتيفيتي الأنشطة. تي دوماند أن تطلب من زميلك أين يذهب في العطلة؟ هو هيقول أنا أذهب إلى البحر أدي واحد، وأنا أذهب أو كلوب بين النادي أدي اتنين. تي دوماند أن تطلب من زميلك سون فيزيك منظره؟ هو هيقول لك جي أنا عندي عيون سوداء وعندي شعر قصير آخد الاتنين دول. تي دوماند أن تطلب من زميلك أو زميلك يطلب منك تنجور دي كونج يوم عطلتك. أنت هتقول له أنا عندي عطلة يوم الأحد أدي واحد، وهتقول له إنه الجمعة أدي اتنين. تي دوماند تطلب من زميلك سيل وزير أوقات فراغه. أنت هتقول له ماذا تحب أن تفعل؟ أي رياضة زميلك يمارس؟ متى تذهب المدرسة؟ ما تكون أوقات فراغك أدي واحد؟ وماذا تحب أن تفعل دي اتنين. تي باغ نتكلم عن اكتيفيتي انشطتك في البيبليوتيك في المكتبة. انت هتقول انا اقرأ قصة مصورة ادي واحد، وانا شيرش دي انفورماسيون ابحث عن معلومات ادي اتنين. تي باغ نتكلم عن تيلي وزير اوقات فراغك، ماذا انت تقول؟ هتقول له انا العب العاب فيديو ادي واحد، انا اذهب الابة انوار الى ميدان التزلج ادي اتنين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تي دوماند أن تطلب من زميلك بوكوا لماذا يذهب إلى السي دي إي مركز الوثائق والمعلومات. هو هيقول لكي يتصفح على الإنترنت أدي واحد، لكي أقرأ رواية أدي اتنين. تي دوماند أن تطلب من زميلك كوند متى الفا يذهب على مير إلى البحر. هو هيقول أون فاكونس في الأجازة أدي واحد، تو لوسو مدي كل سبت أدي اتنين. ده التوقيت. زميلك تي دوماند يطلب منك افيك كوا بماذا انت تلعب التنس. انت هتقول بماذا يبقى اخد افيك ان راكت مع بمضرب وافيك ان بول بكره صغيره ادي اتنين. تي دوماند تطلب من زميلك ماذا يفعل في الويك اند العطله. هو هيقول انا اذهب الى السينما ادي واحد، وانا اقرا ضم وشمر في حجرتي ادي اتنين. تي اكسبتي انت تقبل انفيتاسيون دعوه. انت هتقول داكور موافق ماشي ادي واحد، وي نعم ادي اتنين. تي دوماند ان تطلب من زميلك اين يقضي الويك اند العطله. هو هيقول الا مير في البحر ادي واحد، عند مي جرون برانتس عند جدية ادي اتنين. تي دوماند ان تطلب من تاكو بين من زميلتك رياضتها المفضله. هي هتقول لك انا افضل السله ادي واحد، أنا أمارس الجودو أدي اتنين. تي دوماند أن تطلب من زميلك سون جور دي كون يوم عطلته. أنت هتقول له أين تذهب في العطلة؟ أي يوم عطلة عندك أدي واحد، وأي يوم أنت تكون في عطلة أدي اتنين. تنمي زميلك تي دوماند يطلب منك كل أكتيفيتي أي أنشطة أنت بتعمل على باتنواغ في ميدان التزلج. هتقول له أنا أمارس باتيناج تزلج، وانا اعمل باتان اجلاس تزلج على الجليد ادي اتنين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. جي بصين هقضي الاجازه، الاجازه جنب مؤنس هاخد بن التاني. جوليان يحب الذهاب على باتنوار ميدان التزلج، مؤنس اخد الا. انت تفعل نقط في الاجازه، ماذا لا تاتي في وسط الجمله؟ كل معناها ما او اي، ماذا ده هي التي تاتي في وسط نهايه السؤال. أنت تكون أون فاكانسي في الأجازة بتاعت يونيو.
قال له في يونيو، يبقى متى تكون عندك أجازة؟ تي فا أو سيرك، أن تذهب إلى السيرك. قال له مع مي كوزين، مع عيال عمي. يبقى مع من تذهب إلى السيرك؟ كومبيان بيجي وراها، يا إما ديو يا دي أبوستروف أخو ديو، عشان رياضات مبدوء بحرف ساكن. الفعل الأولاني مصرف، يبقى الفعل الثاني مصدر، أخذ اللير الأخراني. الأجازة أسرتي تذهب إلى اسكندرية، الأسرة مفرد، أخذ فا التالت. اليوم من الاثنين فصلة فا، فا دي بمصرف مع ال، طب ما فيش ال، أخذ أن، بتساويها في التصريف. نذهب إلى السينما، إنها الصور، الصور جمع مؤنث، أخذ بال اللي هي التانية. إليه كلير، الساعة مفرد مؤنث، أخذ كل الأخرانية، تعبير على بعضه، بالرغم إنها بدأ بال بتاعت المذكر، بس عشان الإجابة فيها رقم. أما كلمة ساعة، فالساعة مؤنث، أخذ الأخرانية. جون في إن فت، جون يعمل حفلة، عنده عاقل، أخذ شي، يبقى شي مع العاقل. تذهب أنت إلى السينما، قال له بور لكي أشاهد فيلم، يبقى السؤال بكلمة بوركوا، لماذا؟ الإجابة عليها بكلمة بور. لو شاهدت القطط بتاع جوليا، انها القطط بتاعتها، جوليا معاها صنصة سي، باخد سي عشان القطط جمع. انت عندك حصص يوم الاثنين، هقول له كم من الحصص بيجي وراها اسم جمع. عندك كم من الحصص يوم الاثنين؟ البنات يذهبون الى البارك، الحديقة، اخد او عشان الحديقة مفرد مذكر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. جوفا أو كلوب، أنا أذهب إلى النادي، ألعب، الكي ألعب بيجي وراها مصدر فعل. تي في، أنت تفعل ماذا في الصيف؟ عايز كلمة ماذا التي تأتي في وسط ونهاية السؤال، قال لك قوال أخرانية. جوفا أو سيدي، أنا أذهب إلى مركز الوثائق والمعلومات، بور بيجي وراها الفعل في المصدر، أخذ الأولانية، أقرأ. إيه التوكيد بتاع ال؟ مشي معايا، النو معاها نو، والال معاها ال، اللوي مع ال بتاعت المفرد، والتوكيد بتاع ال بتاعت الجمع. جوليا تحب، الفعل الاولاني مصرف، يبقى الفعل الثاني مصدر، اللير او سي دي، الذهاب الى مركز الوثائق والمعلومات. كل الاسره بتساوي الضمير ال بتاعت المفرد، يبقى خد فا. اخويا وانا المفروض يا اما نو يا اما ان، حسب هنا جوينا هيتا او، يبقى خد ان الاولانيه. التلاميذ جامع يكونوا في عطلة، يبقى أتغن كونج يكونوا في عطلة، أخذ صوت. كو حصص، أنت عندك اليوم، هقول لكم بيان دو تكررت كتير، كم من الحصص بيجي وراها اسم جامع. هي تذهب على فارماسيس، صيدلية، مفرد مؤنث، أخذ ألا، اكتب. جيفوا أو كلوب، أنا أذهب إلى النادي، تولو جور كل الأيام، الأيام جمع مذكر، أخذ تو اللي هي الأخرانية. جور جارد، أنا أشاهد التلفزيون في المنزل، المنزل مؤنث، أخذ ألا. جوليا، جولي، فا تذهب ألا كمباني إلى الريف، الريف مؤنث برضو، أخذ ألا. الفو معاها، أنتم نقط في أجازة، أنتم تكونوا في أجازة، يبقى أخذ فوزت، أنتم تكونوا في أجازة. طيب لاجوم الممحاه، تكون نقط، قال له انها الى جون، يبقى اخد الى من؟ ام بتساوي الضمير ال، يبقى اخد فا الاولانيه. النو احنا قلنا التوكيد بتاعها يا اما نو يا اما ان، هنا حرف الا بس، يبقى ان على طول. ماريون تذهب الى صاله الالعاب، صاله الالعاب مذكر، اخد او. ما يكون جدول مواعيدك؟ جدول المواعيد مذكر، اخد طن الاولانيه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. جايب سؤال ترتيب خاص بالازهر وايميلات. متى تذهب، متى تذهب، متى انت تكون في اجازه؟ هقول له جي سوي اون فاكونس، اكون في اجازه، اون التي في الصيف. مع من تقضي الاجازه؟ هقول له جي باسي، انا اقضي جمله كامله، لي فاكونس الاجازه، افيك مع علي، اي اسم، اي نشاط تفضل؟ اجي بفير، انا افضل ناجر السباحة. كل اسبوع اي رياضة تمارس؟ هقول له جو في، انا امارس دو لا ناتاسيون السباحة، او انا افضل لا ناتاسيون السباحة.
أين تمارس هذه الرياضة؟ جيلو باتيك، أنا أمارس سوزبو هذه الرياضة على مير في البحر. كم من المرات تمارس هذه الرياضة؟ هقول له جي ناجي، أنا أسبح. توافوا ثلاث مرات برسومين أسبوعي. تكلم عن أنشطتك أثناء العطلة، هقول له بندون أثناء لو ويك إند العطلة. جولي، أنا أقرأ دي ليفر كتب، اي دي رومان وروايات، اي وسي. وأيضا جي سيرف، أنا أتصفح سير على انترنت، الانترنت بور فير لكي أعمل دي ريشيرش، أبحاث. كتبنا موضوع كبير، تكلم عن رياضتك المفضلة وأوقات الفراغ. احنا خدنا السباحة فوق، تعال نحل مع بعض الامتحانات اللي جاية. وقال لي بو أين تذهب بندون؟ تقول له زيغ أثناء أوقات الفراغ. هتقول له مارتين قالت بندون مين لو زيغ أثناء أوقات الفراغ؟ جيفا ألا ميغ، أذهب إلى البحر لكي أسبح. أحب أيضا قراءة الروايات في المكتبة بتاعت الحي. يوم السبت قال له أنا ألعب تنس في النادي طول جورني طول النهار. جي بصيلة صورية أقضي السهرة في السينما مع الأسرة، ده جوليا. يوم الأحد أتصفح على الإنترنت. جي بصي مون لوزير، أنا أقضي أوقات فراغي أبيك مون جران بير مع جدي أجوي في لعب الشطرنج، ده لو جاردان في الحديقة بتاعت المنزل. جي موسي، أحب أيضا في دي كامباني أعمل معسكر ألا مونتان في الجبل أبيك ميكو بين مع زملاتي سارة ونتالي. النص يكون إن كنت بحث على بندول لوزير أوقات الفراغ. مارتين تقضي أوقات فراغها هي قالت في السباحة في البحر، يبقى على مين؟ مين يحب التواصل عن الانترنت؟ البنت برضه اللي هي التانية اللي هي جوليا. بريجيت تعمل كومبونج معسكر افيك مع افيك ميكو زين مع زميلاتي، يبقى ميكو بين الاخرانية. شوف القطعة اللي جاية. مو انا انه فريد، جي سوي جيبسيان، أنا أكون مصري من الإسكندرية، أنا أكون تلميذ في مدرسة النصر. مي بروفيسير مي برانتس، والدي يكونوا بروفيسير دو فرنسي مدرسين فرنساوي. دان لولوسي في المدرسة. مونبير أبي سامي يكون بلون أسمر طويل ذو عضلات، هو ليس عنده شعر. أمي منى تكون شتان كاصطناعية، هي تلبس ديلونير نوار نظارة سوداء. قال لي ما بتتسير، أختي الصغيرة تكون بلون شقراء وتخينة مثل مون جرام بير مثل جدتي. سعاد، جدي يكون رياضي جدا، هو يلعب كرة قدم وطائرة وسلة. أنا أقضي العطلة في قراءة الروايات والقصص المصورة، وأنت قدم أسرتك. في النص فريد يقدم صفامي أسرته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. مين اللي بتلبس نظارة؟ هي لا جرام مير الجد. فريد يقطع أوقات فراغه في قراءة رومان روايات. أختي فريد تكون بلوند شقراء. تي دومان، تطلب من زميلك لو فيزيك منظر أمه، هو هيقول لك هي عندها شعر بني أدي واحد، هي تكون شقراء أدي اتنين. الطبيب تي دوموند يطلب منك أين عندك ألم، أنت هتقول له أنا ساقي تؤلمني أدي واحد، وأنا عندي ألم في الرأس أدي اتنين، ده دي هو، يبقى دي مش هتنفع. هقول أنا عندي ألم في البطن أدي اتنين، أركز على الجو. يبقى احنا خدنا الأولى وخدنا رقم أول أخيرة. الجملة اللي جاية بيقول لك تونا مي، زميلك تي دوموند يطلب منك أين تذهب اون فاكونس في الاجازه، انت هتقول له جيفا لا ميغ، انا اذهب الى البحر ادي واحد، وجيفا انا اذهب عند مي جرون برانتس جدية ادي اتنين. تي باغ، انت تتكلم عن اوقات فراغك، انت هتقول انا عندي حصه رياضيات، انا اكون طالب ثانوي، اسمع موسيقى ادي واحد، العب سله ادي اتنين. شوفوا القواعد.
تحتاج لكلمة بزوان، أصلا جاية من كلمة أفوار بزوان دو، ما لقيناش دون أهو، يبقى لازم دو دي تتحط في قبل أداة الاستفهام. يا رب تكون وصلت. يبقى ماذا؟ ما فيش وراها دو، أخدتها في أداة الاستفهام على طول. دو كوا انسايكلوبيد الموسوعات، الموسوعات جمع مؤنث، أخد كلمة للتاني. العجلة تكون، قال له إنها لي، يبقى أخد إلى ده في إيدي وأحط إلى من، يبقى أقي. التو معاها توكيد، قال لك التوكيد بتاع التوتوا دي مع النو والأن، ودي مع ال ودي مع الجو. منفرد اخويا عنده برب لحيه، لحيه مفرد مؤنث، ادور قال لك نوا سوداء الاولانيه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ام بتساوي الضمير ال في التصريف، يبقى اخد معاها فا الاولانيه. الذي ليه التلاميذ يذهبون الى صاله الرياضه، قاعه الرياضه مؤنث، اخد الا. ما عمر ابوك، ما شكله، ماذا، اين تذهب في الاجازه، لسه واخدينها. تكلم عن نشاطك اثناء العطله، لسه واخدينها. مو أنا الامتحان الثاني، إنه سمير، أنا أسكن أفيك ما فمي مع أسرتي في القاهرة، إنها أسرة كبيرة، في أسرتي أم فين أمارس كثير من الأنشطة، أبويا يلعب سلة في الحديقة بتاعت المنزل، أفيك ما جراند مير مع جدتي، مي بيرانتس والدي يلعبون، والد الأب ولا الجد، ده جدي، جدي بيلعب سلة مع جدتي، مي بيرانتس الوالدين يلعبون تنس أو كلوب في النادي في العطلة. ميدوسير اختين البنات توامتين رنا وندى يمارسون سباحة تو واجو ثلاثة أيام بغص من أسبوعين. أخويا يبقى أنا عنده أختين وهو أخ، يبقى الأسرة ديت ستة من غير الجد والجد. نحن نحب جويه نلعب كرة قدم يوم الجمعة في الصباح، أنا أحب التصفح على الإنترنت لكي أبحث عن معلومات. موطن عمتي منى تسكن أفيكنو معنا، هي تكون أو هي تلعب جيدا أو تعزف جيدا على البيانو. منى إنها نقط سمير، هي قال منى التونت العمة، يبقى أخد لها تونت. والدين يلعبون تنس، هو قال في الويك إند في العطلة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. سمير وأخوه يحبون الليغ أو كلوب بالذهاب إلى النادي. أسرة سمير تتكون من، هو قال، ست أشخاص من غير الجد والجدة. دي تسعة، أخد ستة اللي هي التانية. طيب هو لو قال لي بقى كم شخص يعيش في المنزل، كنا قلناهم تسعة، إنما الأسرة ستة أشخاص بس. دانيال بيقول برقوالي ماذا أنت اشتريت هدية؟ قال له إنها بور لانيفرسيال لعيد ميلاد جدي. قال له إنه متى يكون عيد ميلاده وعمره؟ قال له إنه 10/12/7، عنده 70 سنة. قال له ما يكون شكله أو منظره؟ إنه عنده شعر ولحية بيضاء، هو عنده عيون بلو زرقاء، هو يلبس نظارة؟ قال له لا، هو يرى تغيبيان جيد جدا، هو يكون جرانز بوتيف رياضي كبير يلعب تنس وكرة قدم. الاختيار الأولاني بيقول لي ليو جران بير الجد إني اتولد، هو اتولد 17/12/7، شهر 7 يناير فبراير مارس ابريل مايو يونيو يوليو، يبقى شهر يوليو، اخد أنجولي في يوليو. لو جران بير الجد عنده عيون، هو قال له عنده عيون بلو زرقاء. لو جران بير الجد عنده، هو عنده 70 سنة، يبقى سوازونت ديس 60/10/70. بير اشترى عنك دو هدية إلى، هو قال أنا اشتريت هدية إلى عيد ميلاد جدي، يبقى إلى جدي أصن جران بير. تيدي كريان تصف لافيزيك منظر تي برانس والديك، انت هتقول هم عندهم عيون سوداء ادي واحد، وهم يكونوا شتان كستنائيين ادي اتنين. تي تروف انت تجد انستي لو قلم اون كلاس الفصل، انت هتقول هذا انه القلم بتاع مين، تنفع ادي واحد، وهتقول له الى من يكون القلم ادي اتنين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. دي دوموند، انت تطلب من طونا مين من زميلك برقوالي ماذا يذهب شيلو ميديسان عند الطبيب، هو هيقول انا عندي الم في الاوريال في الاذنين، هو هيروح عند الطبيب عشان انا عندي الم في الاذنين ادي واحد، وهتقول له مثلا جيني في بابيان انا لست بخير. تيدي كريان تصف شخصية تون اونكل عمك، انت هتقول له اليه سوسيابل انه اجتماعي، اليه سيرفيابل انه خدوم، دي الشخصية. كيلسونت لي اكتيفيتي الأنشطة جمع مؤنث، أخد بريفير الأخرانية.
سيلو بورتابل انه المحمول بتاع جوليان، قال له انه محموله. جوليان معاه سون صاصي والمحمول مذكر، يبقى اخد سون. التوكيد بتاع ال قال لك اللوي. الجرام براندس الجدين يكونوا الجدين جمع مذكر، اخد برون الاخرانيه اللي اخرها اس. تي بريفير او جو بريفير، انا افضل روايات. الفعل الاولاني مصرف يبقى التاني مصدر، اخد لير التالت. بيرسون الاشخاص، هقول له كم من الاشخاص كومبياندو. مع فامي اسرتي وانا، اي حاجه فيها ما بتساوي الضمير نو، اخد الله التاني. اين تذهب في الاجازه؟ مع من؟ احنا قلنا على البحر. اسبح، اي انشطه؟ هقول له جيفا اهو. الامير الى البحر. جوفا انا اذهب. افيك مع سامي، اي اسم ينفع احطه. اي نشاط بتعمل؟ هقول له جينا جي انا اذهب. متزودش عن كده. قدم اسرتك، لسه واخدين انا شويه عن حل الامتحان اللي ورا. سلو بنيوت، اهلا يا بنيوت. دان ما كلاس في فصلي جيان عندي كوبين ايجيبسيان زميل مصري السابيل اللي هو اسمه سمير، هو عنده 16 سنه. كم مو مثلي، هو يسكن في باريس. افيك سي برانس مع والديه، سي فرير اخواته علي وفريد. يبقى سمير بيسكن في باريس مع والديه واخواته علي وفريد، بالاسره دي خمسه لحد الان. هو يلعب جيد جدا تنس اوبا وسله. سومبر ابوه نبيل يكون ايجيبسيان مصري. اليه دكتور انه دكتور. سمير امه متالي تكون فرنسيز فرنسيه، هي تكون بلون شقراء، هي عندها عيون فيرت خضراء وشعر طويل وجورد ويليوم الى بسونت هو غائب. برسكول انه ني كوت بابي انا يسمع جيدا. امه ليكم من استحبته عند الطبيب ارست يبقى تلواجه ثلاثة ايام في المنزل. تاكوزن تونكوزن ابن عمك جوليان. اسرة سمير تتكون من، احنا قلنا خمسة، سانك برسون. لو بيغ غافاي يعمل، هو قال ابوه هو يسكن مع والديه، اخوه والديه، ابوه يكون دكتور يبقى شغال الابوتال في مستشفى. سمير عنده ألم، هو ما بيسمحش يبقى في الأوريال اللي في الأذنية. جون وبنايوت يكون، أدي جوليان ده وبنايوت يكون دو كوزن عيال عم. نشوف القطع اللي جاي. تي أدي فرير، أنت عندك إخوة؟ زي وقت له من عندي أخ إنه ألان، هو عنده 16 سنة. قمت مثلك يا لارا. كيف يكون؟ هتلاقي إنه رشيق وأشقر. هو عنده شعر أسود وعيون بلو زرقاء. طب ماشي. أين أشكر إزاي وعنده شعر أسود؟ المهم، أين ستذهبين أثناء الوزير أوقات الفراغ؟ قالت لها ألان وأنا، أخوها ألان وأنا، أنفا نذهب للنادي برج وهي لكي نلعب تنس أو سلة. بون كوراج، تشجيع جميل، إلى اللقاء. لارا عندها، لارا عندها 16 سنة، يبقى سيزان زي الولد التاني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أعلان لا يكون جروس ضخم. زوي تذهب إلى النادي مع سونفرير أخوها. أعلان عنده عيون أو شعر أسود، أخذ الأخرانية. تيدمان تطلب من زميلك أين يذهب في العطلة، هو هيقول أنا أذهب على باتنواغ إلى ميدان التزلج الواحد. أنا أذهب إلى المدرسة، أنا أبقى في حجرتي، دي تنفع، إنها الجمعة، أنا عندي يومين عطلة، يبقى أنا أبقى في عطلتي، في حجرتي. أنت توضح له نمبر عدد بيرسون الأشخاص دون تاسا فامي في أسرتك. أنت هتقول اليا يوجد 8 أشخاص. أقول له أسرتي تتكون من 6 بيرسون، 6 أشخاص. تونامي زميلك تي دوموند يطلب منك دي ديكري وصف لو فيزيك منظر تومبير أبوك، هو هيقول زميلك بيطلب منك وصف أبوك، هو هيقول أبوك عنده عيون زرقاء. تنفع؟ كيف ما اسم أبوك؟ ما تكون شخصية أبوك؟ كيف يكون منظرك؟ ما يكون منظر أبوك؟ أخذ دي وأخذ اللي فيها أبوك عنده عيون زرقاء. تنمي زميلك تي دوموند يطلب منك أفيك كوا بماذا؟ أم مونج نأكل. أنت هتقول له أفيك لا بوش بالفم، أدي واحد. أفيك لو دنت بالأسنان، أدي اتنين. في العطلة جيفان أذهب ألا مونتان إلى الجبل، الجبل مفرد مؤنث، أخذ ألا.
اون فاكونس في الاجازه ما فامي اسرتي، الاسره مفرد بتساوي الضمير ال، يبقى تاخد فال اولانيه خدناها كتير النهارده. ايه التوكيد بتاع الان؟ قال لك انه هي توكيدها ان. سبور رياضات اكتب عليها جمع مذكر، اخد كل الاخرانيه. من يكون غائب اليوم؟ كي بتساوي الضمير ال، يبقى اخد ايه التالت. جار اندفون عندي ميعاد الساعه 20، الساعات بتاخد حرف الجر. اه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. جون عنده عيون، احنا قلنا الشعر والعيون جمع مذكر، اخد بلو الاولانيه. ما اسم جدك؟ ما يكون منظره؟ اي رياضه يفضل؟ احنا خدناها قبل كده، تكلم عن جدول مواعيدك اثناء الاجازه خدناها قبل كده. نخش على الامتحان الرابع. بونجور فرانسوا، اهلا يا فرانسواز. ده تيو اللي كاتب. ما فامي اسرتي تتكون من 8 اشخاص، ابويا 45 مهندس، أمي طبيبة 40، مون جراند فير أخويا الكبير مارتين 22، إنه رو أصهب وعنده عيون فير خضراء، كم مو مثلي، يبقى تيجي نفس القصة. ميدوس يير أختيني، أدي بنتين وولدين وأب وأم، كده ستة، يبقى هو حسب معاهم جد وجد على طول من غير ما نكمل القطع. نانسي وسارة عندهم 14 سنة، هم يكونوا شقراوات، هم عندهم عيون بلو زرقاء. مون جران بير جدي 70 سنة، هو عنده بريب لحية بلونش بيضاء وعيون مارون بنية. مون جراند مير جدتي 61 سنة، هي عندها فيساج وجه مدور وعيون بلو زرقاء. لا فامي الأسرة تحب الذهاب ألا كمباني للريف أون فاكونس في الأجازة. الأم تكون ميديسان طبيب. لو جراند بير الجد عنده، تعال ندور على الجد، جدي عنده 70 سنة، يبقى سوزون تدس. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. نانسي وسارة يكونوا دوسير أختين. لا فامي دو سارة، أسرة سارة تقضي الأجازة في كامباني في الريف. إمبير أب طرح ست كستيون هذا السؤال إلى أطفاله، أين تقضون اوقات الفراغ؟ زوا قالت له انا السبت والحد انا اذهب الى ميدان التزلج مع ميكو بين زميلاتي، نحن نمارس لوباتان اجلاس التزلج على الجليد كومسا جو بصي ميولا وزير، هكذا انا اقضي اوقات فراغ. ناتالي 14 سنه بتقول اثناء اوقات الفراغ جيفا اول سي دي اي مركز الوثائق والمعلومات جي، كنت انا اسمع سي دي اسطوانات بو مي شونتير بريفرين لمغنيها المفضلين. انا احب ايضا سيرفير تصفح سير انترنت على الانترنت. لويس قالت كرة القدم انها ما بسيون هوايتي بنضون لي والوزير اثناء اوقات الفضاء جيفا كلوب، اذهب للنادي دوجو يومين بارسومين اسبوعيا بورجويي لكي العب افيك ميكو بن مع زملاء. في العطلة زوي تذهب، هي قالت على باتنواغ الى ميدان التزلج. لويز عنده 11 سنة، باخد اونزون 11 سنة. نتالي تقضي اوقات الفراغ، هات نتالي تقضي اوقات الفراغ في السي دي اي في سماع الموسيقى، يبقى ايكود دي ولا ميزوك. لوبير الاب عنده، ادي زوي دي بنت، نتالي بنت، لويس ولد، يبقى بنتين وولد، يبقى اخد رقم بي. نشوف تيديكي عند تصف توم فيزيك منظرك ماذا انت تقول؟ هتقول له جي سوي بلوند انا اشكر، وجي امبريب انا عندي لحيه. تيدمان ان تطلب من زميلك لكولير لون سي شيفو لون شعره، هو هيقول انا عندي شعر مارون بني ادي واحد، انا عندي شعر شتان كستنائي ادي اثنين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. تونامي زميلك تيدمون يطلب منك بركوا، لماذا تيفا تذهب على باتنوار الى ميدان التزلج؟ انت هتقول لكي اعمل باتان اجلاس تزلج على الجليد الاولى، بور براتيك لو باتناج لكي امارس الباتناج الثانية. تيدمون ان تطلب من زميلك سون ويك اند عطلته، انت هتقول له اي يوم تفضل انت، اي يوم يكون العطلة ادي واحد، كل جور اي يوم انت عندك عطلة ادي اثنين. شوف القواعد. عيال العم بتوع سارة يكونوا دول جمع مذكر، اخو شتان تمشي جمع مذكر وجمع مؤنث.
معلش الفيديو واقف والله. تعالى انا رضيت كنت بشرح فيها وبعمل دواير، لقيت الفيديو واقف، تعالى نحلها تاني. انا عندي الم في القدم، ده اهي، ما تجيش مع ب غير لما تبقى وسيله مواصلات. يبقى ما تقول انا اذهب الى المدرسه، ب على الاقدام ماشي. لا بتاعت مؤنث، طب والقدم مذكر، يبقى دي مش نافع. او بتاعت مذكر اخدها، او لما تبقى كلمه ب مكتوب فيها اخرها اس. ادي التفسير اللي كنت عايز اقوله. افيك افيك كيلبرتي، باي جزء؟ الجزء المؤنث، اخد كل الاخرانيه. اون فاكونس، في الاجازه. جوفا، انا اذهب عند عمي، باخد شيء الاخر ايه التالت. يكون توم بيغ ابوك، قال لك انه اشقر، يبقى اخد كلمه كومون، كيف يكون ابوك. ميلونين نظارات، جمع مؤنث، اكتب عليه، اخد بتيت الاخراني. تيني كريبا، انت لا تكتب جيدا. انا لو عندي الم في اليد بقول له بوركوا، لماذا لا تكتب جيدا؟ ما تكون لون عيونك، هقول له ال هي صوم، تكون بلو زرقاء. اي رياضه تمارس، خدناها قبل كده. اين تقضي العطله، خدناها قبل كده. صف عضو من اسرتك، اتكلم عن الاب، خدناها قبل كده برضه. تعال نحل الامتحان الخامس. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كومون فو باسي، كيف تقضي العطله؟ جي ام، انا احب الذهاب الير فيك ميكو بزن مع بنات عمي بور ناجير، نذهب الى البحر لكي نسبح. جي ام وسي، احب ايضا قراءه المجلات دي مود بتاعت الموضه. جي في دي ولا جي مونستيك، انا امارس جمباز افيك مون فوازين مع جاري. جي على صال، في صالة رياضية. دو كارتير بتاعت الحي. جي موسي، احب ايضا روغاردي، مشاهدة لي فيلم الافلام بتاعت في السينما. افيك مي برانتس، مع الوالدين. جو بصي، انا اقضي لي ويكند العطلة بين لو باتنوار، ميدان التزلج، والنادي بتاع الجودو. انا لو احب الذهاب الى المسرح. انا اقضي يومين العطلة على كمباني في الريف عند مي جران بيرنتس. انه بحث على العطلة، ادور ليز اكتيفيتي اون، الانشطة بتاعت العطلة. في العطلة مارك يذهب، هو قال على كمباني الى الريف. زوي تذهب الى السينما مع، هي قالت انا اذهب الى السينما مع مي بيرنتس، مع الوالدين. يبقى صفا مي. ليو يقضي لوك عند العطلة، ليو يقضي العطلة في البحر، في السباحة. يبقى أنا جير في السباحة. هو قال قراءة روايات، هنا هنا مجلات، هنا روايات، يبقى دي ما نفعتش، يبقى في السباحة صح. شوف القطعة اللي جاية. بونجور، صباح الخير، مي بيران، مي بيرانس والدي. كومون تليفو، كيف حالكم في القاهرة؟ أنا في باريس بخير. جيفو برزنتي، أقدم لكم مونامي، صديقتي فرانسيز الفرنسية ماريا. نحن نذهب إلى أنلوسي، إلى مدرسة مدرنة حديثة، إيديال ونموذجية. في السي دي مركز الوثائق والمعلومات، نحن نتصفح سير إنترنت على الإنترنت أو نعمل لو ديفوار الواجبات. ماريا عندها شعر نوار أسود وقصير، هي تكون جرون طويلة إيمنس ورشيقة. هي عندها عيون بلو زرقاء. نحن نذهب إلى المدرسة 5 أيام باصو من أسبوعيا. لا سوم دي السبت، إلو دي مانش والأحد. نوزافو، نحن ليس عندنا ديكور، حصص لو سوم دي يوم السبت. نحن نذهب إلى السينما أو إلى المسرح، لو دي مانش يوم الأحد. نو بافاردو، نحن نسرسر أفيك لو جرامبير، مع الجد في بتاع ماريا. إليه سيمبا، إنه رائع، ده سارة اللي بتقول. لبرانتس دو سارة، والدي سارة يكونوا أوكير في القاهرة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لو جران بير، جد بتاع ماريا، يكون سيمبا رائع، آخد اللي هي التانية. الجملة اللي بعدها، سارة وماريا يقوم عندهم أو يكونوا عندهم يومين عطلة، آخد اللي هي التانية. سارة وماريا فون يذهبون إلى مركز الوثائق والمعلومات لكي فيغ لو ديفوار، يعملوا الواجب. تذكرين، تصف شعر تصير أختك الشعر جمع مذكر، أدور ممكن، هقول السون تنوار، الشعر ده أسود، وأقول هي عندها شعر لونج طويل، أدي اتنين.
تضمن أن تطلب من تنميم من زميلك تيل وزير أوقات فراغه، أنت هتقول له ماذا تحب أن تفعل؟ عدد واحد الحصة، أين أي نشاط تفضل، أي مادة؟ أخذ الاثنين الأولانيين، أي نشاط تفضل وماذا تحب أن تفعل. تيدمان أن تطلب من تون أمي من زميلك تيدمون يطلب منك برقوالي ماذا تذهب على بسين إلى حمام السباحة؟ أنت هتقول بور براتيكي لناتاسيون لكي أمارس السباحة، أدي واحد، بور ناجي لكي أسبح، أدي اثنين. تيدمان أن تطلب من تون أمي من زميلك برقوالي ماذا البور يلبس لونيت نظارة؟ هو هيقول جي اعمل نوفنتر، عندي الم في البطن، انا عندي عيون فابل ضعيفه، ادي واحد، وانا عندي الم في العيون، ادي اثنين. يكون تا جراند مير جدتك، هقول له كيف تكون جدتك؟ ليكو بين الزميلات بتوع ندى، بتكلم على الزميلات، الزميلات جمع مؤنث، اخد بلوند شكروات اللي هي الت الاخير. انا عندي شعر، احنا قلنا الشعر والعيون جمع مذكر، اخد التالت. يكون لا كولير لون عيونك، يبقى هقول له كلي لا كولير لون مؤنث، اخد كل التاني. عمي ليس عنده انفون اطفال، ده نافي، اخد دي ابوستروف عشان اطفال مبدوءه بحرف متحرك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النوم معاها قلنا اشتغل على القلنا اللي جايه بعد الفصل، بتاخد ال في التصريف. ايه التوكيد بتاع ال بتاعت الجامعة؟ قال لك قول اخرانيه. مهما تكون ميولك الاراضيه يعني تذهب في الاجازه، لماذا تذهب الى السي دي؟ احنا خدنا دول قبل كده. قدم وصف توم جرامبير شخصيته وشكله، احنا خدناه قبل كده. هكتفي معاكم بهذا القدر لحد صفحة 93، الحمد لله رب العالمين. وصلنا لحد صفحة 93، هنبدأ نحل الامتحانات بقى من الفيديو اللي جاي إن شاء الله. تاني يوم العيد نعيشنا وكلنا عمر. أشوفكم بخير إذا كان في العمر بقية، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.